اهلا بكم اعزائي اولياء الامور مع موقع نذاكر في درس جديد بعنوان الموارد والانشطه الاقتصاديه في البيئه الصحراويه. هنوضح دلوقتي لابننا ايه هي الموارد والانشطه الاقتصاديه اللي موجوده داخل البيئه الصحراويه. لازم في الاول اوضح له ان في تنوع داخل الموارد والانشطه الاقتصاديه في البيئه الصحراويه. تنوع الانشطه ده جاي نتيجه تنوع الموارد، يعني انا عندي تنوع في الانشطه بسبب ايه؟ بسبب تنوع الموارد اللي موجوده عندي. يعني لما تفسر تنوع الانشطه الاقتصاديه في البيئه الصحراويه، الاجابه بسبب تنوع الموارد الطبيعيه داخل البيئه الصحراويه. طيب ايه هي الانشطه وايه هي الموارد اللي موجوده عندي في البيئه الصحراويه؟ اول نشاط موجود عندي واكثرهم انتشارا في البيئه الصحراويه هو النشاط الرعوي او الرعي. طب ليه هو الاكثر انتشارا؟ لانه موجود في الصحراء. اهم القبائل الرعويه اللي موجوده هناك في المحافظات الصحراويه او المحافظات الحدوديه زي ما بيقولوا، اول قبيله اسمها العبابده موجوده في الصحراء الشرقيه، القبيله الثانيه اولاد علي في الصحراء الغربيه، وبعض قبائل سيناء. طيب عندهم انشطه ثانيه؟ اه عندهم نشاط اقتصادي زي نشاط الزراعه، ودي موجوده في الواحات. طب ليه في الواحات؟ معتمده على المياه الجوفيه. طب واحات زي ايه؟ زي واحد سيوه، اقول لابني واحد سيوه، واحد الفرافره، الواحه البحريه، الواحات البحرية، واحة الخارجة، واحة الداخلة. طب عندهم محاصيل زراعية؟ اه زي الحبوب، قمح وشعير، أشجار زي الزيتون والنخيل، النباتات الطبية اللي بيتعالجوا بيها زي الحرجل والحلفة، النباتات الطبية دي والشيح. طيب عندهم أنشطة تانية؟ عندهم صناعات بس صناعات حرفية زي ايه؟ زي السجاد اليدوي، بيعملوا سجاد. طب عندهم سجاد يدوي ليه؟ لوفرة الأصواف اللي موجودة من الأغنام، والوبر اللي موجود من الإبل من الجمال. وعندهم صناعة حفظ الطمور لأن عندهم نخيل، لكثرة أشجار النخيل ووفرة الأيدي العاملة. المفترض ابني بعد ما يذاكر الدرس ده يكون عارف إيه؟ المفترض إنه يقدر دلوقتي يحدد لي أهم الموارد الطبيعية في البيئة الصحراوية، يقدر يعدد الأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية، يقدر يستنتج العلاقة بين الموارد الطبيعية وتنوع الأنشطة الاقتصادية، يقدر يجمع معلومات عن السياحة في البيئة الصحراوية باستخدام المكتبة أو باستخدام الكتب الخارجية أو شبكة الإنترنت، يقدر يحدد لي أهم المناطق السياحية اللي موجودة، ويقدر يقترح حلول مناسبة للحفاظ على الموارد الطبيعية داخل البيئة الصحراوية. طب إيه هي القضايا أو القضية المهمة قوي اللي أنا عاوز ابني يستفيدها من الدرس ده؟ يستفيد حسن استخدام الموارد، إن الأنشطة والموارد ديت لازم يستخدمها استخدام أمثل، ويبقى عنده ولاء للمجتمع بتاعه. لو الدرس عجب حضرتك ياريت تعمل لايك وشير وكومنت لصفحة نذاكر على الفيسبوك.